10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق كرة القدم الإفريقية. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة، حتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة. سوف نقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستجمع بين منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب ناميبيا. في المباراة المهمة التي يسعى فيها المنتخبين من تحقيق الفوز وقت نص نقاط المباراة الثلاث، كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع، حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل، ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.